قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسى عليهما. وعن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. حديث مغيرة رضي الله عنه بدأ فرمه أم بدس بيغمبر دا ذكر عليه الصلاة والسلام بويدة زنوية شغل قرية دا مچاوي شوري هر دستكاني شوري مسحي سري كر دا هات موا خفكا لبي بيغمبر دا بكنم عليه الصلاة والسلام بوي قاتي بشوا فرمي دعهما ليقرأ ليقرأ داي مكنا فإني أدخلتهما طاهرتين يأخذ على طهارة من كاتك كا أو خفم لبي كردوا دا زنوية جمهابو ان جال بيوم كردو استا بيج ناك هداي كان موا مسحي لسر كرد صلاه السلام اخا جوري لسر به. حديثي جعفري كوري عمرو كوري اميه قال باوتشي دجيرته ود فرمي بينين بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام مسحي لسر عمامك كرد ولا سر خفيش كردي. يعني شي مسح لسر عمامه مثلا كتو جامانه اشتيك لسر نيا مسح لسر برت الدكي لسر قرج تو اي بون من جامانه كل لسر تو هم يدا بوشيوا مسح لسر عمامك كتك تو اي بيجناك داينم نهيش بيجناك مسح لسر عمامك كتك استا دليل باشا من دزنيج مهل غير مسح لسر عمامك كم كر لسر جامانا كم كر دعاي مثلا قرمام ولا دامنا ايه دزنيج مشكا دزنيج دشتي ناشتي بهمان شيوا بهمان شيوا مسح لسر غوري كانم كردوا باشا كاكا استا تشوم مالو قرمام غوري كانم دانا دزنيج مشكا دزنيج ناشتي دزنيوش ناشكي آخر كاكا مسحي لسر قريبي كربو إذا لما وش مسحي لسر عمامة كربو شون عمامة لابي دزنيوش ناشكي قريبي كاش داكا دزنيوش ناشكي.